فتى من أبناء التجار، بارع الفتوة واسع الغنى، جمعت له اللذائذ وسيقت إليه المنى. دكانه البحر تنصب فيه جداول الذهب، وداره الجنة تجري من تحتها الأنهار. لكنه لم يشعر يوما بالحياة ونعيمها، إلى أن رأى تلك الجارية في سوق الرقيق. هام بها هياما وانشغل برفقتها عن باقي العالم، فبارت تجارته وباد ماله، وإذا بهما فقيران يسكنان بيتا صغيرا يرى فيه بوجودها قصرا عامرا، وفي وجنتيها ما يغنيه عن الدنيا، وفي بطنها الذي يحمل جنينهما أملا في غد أفضل. فلما هبت الرياح معلنة قدوم الشتاء، وفي ليلة كالحة أخذها المخاض، فجعلت تتلوى على الأرض من شدة الألم، وما تحتها إلا حصير تقطعت منه الخيوط. ينظر إليها عاجزا وهو الذي لم يعد يملك شيئا، إذ إن كل من كانوا حوله أيام الرخاء انفضوا من حوله أيام الحاجة والفقر. خرج كما المجنون لا يدري وجهته، يبحث عمن يمد له يد العون، فلما يأس وقف باكيا على جسر بغداد ينظر إلى ماء دجلة يجري أسود ملتفا ببرد الليل. يا رب، إني استودعتك هذه المرأة وما في بطنها. هم بإلقاء نفسه في أحشاء الماء، فإذا بالأذان يرتفع من مسجد قريب. الله أكبر، الله أكبر. تذكر الآخرة ونعيمها، فعدل عن قراره ورجع إلى الدار حيث الجموع حول زوجته، أغمي عليها وحسبوها ميتة، وكذلك هو. فلطم وجهه وشق ثوبه، وها هو يطوي الأرض يمشي على غير هدى حتى بلغ خراسان. فيها تبدل حاله، وقد وجد هناك من يعرفه، عادت تجارته وامتلأت جيوبه، لكن القلب بقي في درة الشرق. فكان كلما جفى عالم الناس راحت روحه تسبح في عالمه، ماضيه الذي أحبه ولم يجد له بديلا، وذلك البيت الصغير الذي صيره الحب قصرا شاهقا. مرت السنين وبدأت علامات الكبر تظهر على محياه، أفزعه أن يموت بعيدا عن بغداد، فسلك طريق العودة. تراه واقفا على أعتابها وقد كانت دار الخلافة، ينظر إلى الزوارق على سطح دجلة وعلى ضفافه حلقات العلم والسمر. فلما حملت نسائمه عبق الماضي الجميل أسكرته، فإذا هو يتنقل بين الناس يسألهم درهما يشتري به عسلا ودقيقا ليسعف زوجته التي أخذها المخاض. وظل كذلك يمشي كما الميت بين الأحياء حتى بلغ الدار. وإذا المنزل الصغير أصبح بناية فخمة، وقد تبدل كل شيء من حولها، فلم يبق سوى دكان، وفيه شاب يخبره أن البناية الفخمة هي لابن داية أمير المؤمنين عبد الله المأمون وصاحب بيت ماله، وقد حدثت فيها قصة عجيبة سمعها من والده، إذ كانت على ملك تاجر من سرات التجار، والنخيل تعانق عنان السماء. هام بجارية وانشغل برفقتها عن باقي العالم، فبارت تجارته وباد ماله، فلما جاءها المخاض خرج ولم يعد. ولحسن حظها أن الجيران قاموا بإسعافها ومن في بطنها، ثم تبدل حالها بعد أن أصبحت مرضعة لابن الرشيد. يسمع صاحبنا القصة وتدور الأرض من تحته، فيدخل البناية الفخمة ليجد الجنين الذي خلفه وقد أصبح شابا، وها هو يقف أمامه يسأله ما يريد، وما يزالان كذلك حتى أطلت دنياه من خلف ستارة تسرع نحوه وتثب على عنقه، يبكيان ويضحكان وابنهما يشيح بوجهه خجلاً.